نبدأ في أهم حاجة في موضوعنا هو البروثودونتيك دايجنوستيك اندكس، مؤشر تشخيص التركيبات له جايد لاين في استخدامه. أول حاجة كلاسيفيكيشن للبارشل ايدنشاليزم، يعني خالع جزء من الأسنان وباقي جزء من الأسنان موجود، هيعتمد على كذا مؤشر. أول حاجة اللوكيشن اند الاكستنت اوف ذا ايدنشاليس اريا، مكانها في المجزلة ولا في الماندبل ولا في الاتنين، الاكستنت امتدادها خلع سنة واحدة، خلع سنتين، خلع ثلاث أسنان، خلع أكتر، الاباتمنت كونديشن حالة الأسنان دي قوية ولا ضعيفة، فيها تسوس فيها كسر، الاوكلوزال سكيم، الاوكلوزال ده مهم جدا، سليم ولا فيه مشاكل وبأنهي درجة، ريزيدوال ريدج بعد خلع السن، حالة ريزيدوال ريدج، و conditions creating guarded prognosis، يعني في أمراض أو ظروف بتخلي عندي البروجنوزس صعب ومش عارف أحدده. كل مؤشر معانا هنقسمه بنفس الطريقة تقريبا. أول حاجة معانا location and extent of edentulous area، هنقسمها لأول حاجة ideal or minimally compromised، مثالي أو قليل، متوسط moderately compromised، substantially compromised، خطير شوية، severely compromised، ده شديد قوي. وكمان لو عندي مشكله congenital او acquired maxillo facial defect، يعني مش بس عندي فقد في الاسنان، لا عندي فقد في جزء من المجزله والوجه. كمان الابطمنت كونديشن هنقسمها برضو ideal or minimally compromised، moderately compromised، متوسطه، substantially، severely. كذلك الاوكلوزال سكيم هنقسمها بنفس الطريقه ideal or minimally compromised، مثالية أو بسيطة، moderately compromised، متوسطة، substantially، أصعب شوية، severely compromised. آخر حاجة معانا residual ridge، ده هنقسمه لـ class 1 أو class 2 أو class 3 أو class 4 بنفس الطريقة. class 1 هو الـ ideal أو الـ minimal compromised، class 2 هو الـ moderately المتوسط، class 3 هو substantially compromised، class 4 هو severely compromised وممكن يبقى معاه maxillofacial defect. اخر حاجه معانا لو في ظروف عندنا خليته guarded prognosis، زي ايه عندنا severe oral manifestations of systemic disease، يعني عنده مرض في جسمه عامل اعراض في الفم، او عنده maxillo mandibular dyskinesia، في مشكله في maxillo mandibular، or ataxia، او refractory condition بترد تاني، عنده condition واتعالجت ورجعت تاني، عنده ورم واتعالج ورجع تاني refractory condition. المفروض دي عوامل البارشل ايدنشاليزم، هما العوامل دي. لكن لو كومبليتلي دنتيت يبقى عنده اسنانه كامله فوق وتحت، عنده كل الاسنان موجوده، هستبعد ايه؟ هستبعد انه يبقى خالع فبالتالي ما عنديش ادنشلس اريا، وهستبعد ريزيدوال ريدج ما عندوش تاكل في الفك طالما الاسنان كلها موجوده، لكن هيبقى معايا بس الابطمنت كونديشن اوكلوزال سكيم كونديشنز كرييتنج ا جاردد بروجنوزس. ده بيبقى شكل الورك شيت بتاع البي دي اي اورثودونتيك دايجنوستيك اندكس، وعندنا هنا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 كلاس 4 بتعمل علامه قصاد كل واحد حسب البيشنت اللي قدامك. كل عامل زي ما قلنا ايديال او مودريتلي او سبستنشال او سيفيرلي، ما عدا الكونديشنز بتاعت جاردد بروجنوزس كلها هتبقى كلاس 4. ايه هي قواعد وارشادات استخدام البي دي اي ورك شيت؟ اول حاجه العلاج اللي انت هتعمله في المستقبل ما ياثرش على تشخيصك دلوقتي، يعني اللي انت هتعمله ما ياثرش على التشخيص دلوقتي، لكن لو محتاج علاج قبل التركيبه بتاعتي ده هيأثر على التصنيف بتاعي دلوقتي classification. محتاج اي pre-prosthetic treatment او adjunctive therapy، يعني علاج مساعد، هيأثر على classification. لو شلت التركيبه القديمه هتعيد تقييم التصنيف بتاعك، ربما يتغير، عندنا مثلا التركيبه دي بعد ما اشيلها هرجع اقيم تاني واعيد التصنيف بتاعي classification. لو انت في الاستاتيك زون فهترفع التصنيف درجة واحدة one level، يعني لو انت مصنف الحالة class 1 ولقيتها في الاستاتيك زون هترفعها تبقى class 2، لو هي class 2 هترفعها تبقى class 3. لو عندك TMJ symptoms هترفع التصنيف درجة واحدة او اكتر، يعني لو الحالة دي class 1 ولقيت فيها TMJ symptoms زي ايه pain clicking lock، يعني في ألم او مش عارف يفتح بقه او في مشاكل زي ما شرحناها، لو هي class 1 هتخليها class 2 او 3 كمان. العلاج اللي انت هتعمله هنفترض انه هو هيحافظ على البريدونتال هيلث، يعني هنفترض العلاج والتركيبات اللي انت هتعملها هتحقق احسن حاجه ومش هتاذي البريدونشيوم ولا هتزيد الحاله سوءا. البريدونتال هيلث مهمه جدا في تشخيص ومستقبل علاجك للبارشلي ايدنشلس بيشنت.
لو مش عارف اصنف الحاله دي هل واتاكد انها كومبليتلي دينتيت فيها كل الاسنان كامله، يبقى اصنفها على انها بارشال ايدنشلس. كمان لو عندي تداخل بين تو كلاسز هاخد الاعلى، يعني لو انا محتار كلاس 1 ولا كلاس 2 حط كلاس 2. لو عندي ايدنشلس ماجزيلا اند بارشلي ايدنشلس ماندبل، المجزله ما فيهاش ولا سنه والماندبل فيها بعض الاسنان، يبقى هصنف كل ارش لوحده. الاكسبشن الاستثناء للقاعده دي هو العكس، لو الماندبل ما فيهوش ولا سنه والماجزيلا في كل الاسنان او بعضها، دي هصنفها كلاس 4، دي هتبقى معقده جدا ولونج تيرم موربيديتي. التصنيف دوت للبارشلي دنشلس بيشنت لازم تستخدم الموست اوبجكتيف كرايتيريا، يعني خليك موضوعي للحاجه اللي شايفها ولامسها بايدك مش اللي بناء على الظن او التخمين، عشان يبقى في كل مره بتستخدمه ده يونيفورم يوز، كل مره هتستخدمه بنفس الطريقه لكل البيشنت هيبقى بنفس الطريقه، فخليك موضوعي. استخدام الفيديو اي دوت بناء على الملاحظات بيستخدموا الجنرال براكتيشنرز الممارسين العامين والإديوكيتورز المدرسين والريسيرشرز الباحثين، ممكن يعملوا تعديلات فيه كمان في الفيديو اي ده، ممكن يعملوا سم موديفيكيشنز حسب استخدامه. ايه هي فوائد او مميزات الفيديو اي فبروسودونتيك دايجنوستيك اندكس؟ اول حاجه انه ثابت جوه العياده، انترا اوبريتور كونسيستنسي، يعني كل مره بتستخدمه وكل مره بتقيم بيه نفس الحاله او حالات مختلفه هيبقى ثابت، لان معاييره ثابته وموضوعيه. تاني حاجه بروفيشنال كوميونيكيشن، تقدر تتواصل بين الدكاتره وبعضها وبين الاخصائيين وبعضهم، لان هي معاييرها ثابته وموحده مثلا على مستوى العالم او فيما بينكم، فهيساعدك في اللغه، يعني انت لما تقول له تصنيف الفيديو اي كلاس 1 هيبقى فاهم قصدك ايه والحاله دي مواصفاتها ايه، لما تقول له ده الريزيدوال ريدج كلاس 3 هيبقى فاهم انت قصدك ايه. ففي هنا عندي ستاندردايزيشن، ستاندردايزيشن يعني بثبت كل المعايير واغير حاجه واحده بس اللي هو البيشنت ده بيتغير فيه نقطه معينه. كمان عندي التأمين هيعيد الدفع، التأمين هيدفع لي في الدول اللي عندها تأمين بيغطي، إيه انت بتعرفه من الاول تصنيف الحالة دي ومدى صعوبتها، خاصة لو كانت حالة صعبة كلاس 3 او كلاس 4، فالتأمين بيعرفك هيدفع ولا لا، ويبقى عارف ظروف الحالة انها صعبة وهيحتاج انه يدفع for insurance reimbursement. كمان بيبقى ثابت في التشخيص، يعني diagnostic consistency زي ما قلنا هي معايير ثابتة، فهتثبت لك التشخيص في كل الحالات او في كل مرة بتعيد تقييم نفس البيشنت. كذلك في المسح في الدنتال سكول، بره بيسموا الكلية طب الأسنان ذا دينال سكول، طبعا فيها عيادات كتيرة، كل ما يزيد تعقيد الحالة البي دي اي دوت بيسهل لي تصنيف الحالات، فده بيساعدني في مسح واعرف مثلا الكلية عندي اغلب الحالات بتجيلي كلاس 3 ولا كلاس 4 ولا كلاس 1 ولا كلاس 2، ولما تجيلي اعرف اوزعها على المتخصصين، دي حالة سهلة سيمبل للطلبة، دي حالة تحتاج الماسترز، دي حالة تحتاج الدكتوراه، دي حاجة محتاجة البروفيسورز، فبيسهل التصنيف بتاعها. قلنا هي ستاندردايزد كرايتيريا، حاجة ثابتة كده معايير ثابتة. الثبات ده بيساعدني في الابحاث في ريسيرش اند الاسسمنت، في التقييم والابحاث، البحث عندي انا ببقى بدرس نقطه معينه فلازم اثبت بقيه الظروف كلها لاني بدرس نقطه واحده بس، فالستاندردايزيشن ده مهم جدا في الابحاث، فمثلا هو بيدرس تاثير كذا علاج عشان يعرف مين فيهم افضل، فلازم يثبت كل الظروف وفي كل مره بس يغير العلاج فقط، فديفرنت تريتمنت بروسيجرز. وطبعا هيسهل لي اعرف انا هشتغل الحاله دي ولا لازم اعمل ريفير تو سبيشالست اور كونسلتنت، يعني الحاله دي كلاس 1 وكلاس 2 انا كبراكتيشنر جي بي هقدر اشتغلها، ولا دي حاله كلاس 3 او كلاس 4 هتحتاج سبيشالست فاعمل لها ريفير، وممكن كمان ريفير لي اخصائي في دوله اخرى في دوله اوروبيه مثلا بره مصر وهكذا. البي دي اي هو مؤشر عملته الاي سي بي، هي منظمه اختصار الامريكان كوليدج اورثودونتست، يعني الكليه الامريكيه لاخصائي التركيبات، دي منظمه عملت المؤشر ده كلغه عالميه للتصنيف. اول حاجه معانا education and extent of edentulous areas، اول حاجه الايديال اور مينيمالي كومبرومايزد هيبقى مثالي او حاله بسيطه لو خالع في سنجل ارش، يعني المجزله فقط او الماندبل فقط. خالع ايه؟ لو خالع لحد سنتين تو انسايزرز لو في المجزله، او لحد خالع الفور ميسنج انسايزرز في اللور في الماندبل، ده في الانتيريور زون، انا بتكلم انتيريور زون. خالع تو بري مولرز فقط او 1 بري مولر زائد 1 مولر، المهم مش 1 مولر اونلي، ده هصنفه على انه ايديال اور مينيمالي كومبرومايزد. طيب هيبقى اصعب
هيبقى متوسط moderately compromised لو خلع في التو arches في المجزلة and the mandible. طب خلع ايه؟ نفس اللي خلع ده، يكون خلع لحد ماكسيمم، احنا بنتكلم على ده الماكسيمم، اقصى حاجه 2 maxillary incisors او 4 mandibular incisors او 2 premolars او 1 premolar زائد 1 molar، او ده اهو خلع 1 premolar and 1 molar موجود خلع في المجزله وفي الماندبل، بس ايه في الظروف دي، او يبقى خلع كناين بس. لو خلع كناين حتى لو في 1 arch هيتصنف على انه moderately compromised. طيب هبقى اصعب substantially لو خلع اكتر من 3 اسنان او خلع 2 molars، هنا بقى هصنفه على انه substantially، او هنا خلع في المجزله وفي الماندبل، هنا خلع اكتر من 3 اسنان وخلع ايه 2 molars، هصنفه على انه substantially. يعني ال 2 molars دول حتى لو مش خلع هنا ومش خلع هنا هصنفه على طول substantially. سيفيرلي يبقى كومبرومايزد ده جاردد بروجنوزس، زي ما قلنا صعب انا مش عارف اصنفه، ده بيكون حاله معقده زي الحاله دي، هاي ليفل اوف بيشنت كومبليانس ده جاردد بروجنوزس، خلع كتير وحالته معقده. وشوف الريج كمان لو عندي congenital or acquired maxillofacial defect، يعني عنده نقص في المجزله وفي الوجه، يا اما فقدهم مولود بديفكت، عارفين انتوا الكليفت ليب والكليفت بالات، ومولود كده بعيب خلقي، او acquired نتيجه ورم نتيجه حادثه فقد جزء من المجزله ومن الوجه، فدي اصنفها مع السيفيرلي كومبرومايزد. تاني حاجه معانا هي الابطمنت كونديشن، اول حاجه زي الحاله دي ايديال اور مينيمالي لما يبقى الابطمنت مش محتاجه اي علاج قبل التركيبات. طيب المتوسط moderately، في حاجه اسمها سيكستنس، لو قسمنا الانتيرور ده 1 سيكستنت هيبقى ده سيكستنت وده سيكستنت، كذلك الانتيرور 6 انتيرورز 1 سيكستنت، بقيه البوستيرور ده 1 سيكستنت وده 1 سيكستنت، يبقى انا عندي 6 ستات المجزله اند الماندبل. هقول انه حاله متوسطه لو 1 سيكستنت او 2 منطقه او منطقتين غير كافيه ان انا اعمل فيها انترا كورونا ريستوريشنز اللي هي الانلاي والاونلاي والاوفرلاي والاندوكراون، معناها انه لازم اعمل لها اكسترا كورونال ريستوريشنز سواء كراون او اف دي بي، او كمان محتاجه لوكالايزد ثيرابي زي ايه، محتاجه قبل التركيبات اعمل بريدونتال تريتمنت او سيرجري، اعمل لها اندو، او محتاجه تقويم قبل التركيبات، كل دي هصنفها على انها متوسطه مودريتلي، بس يكون العلاجات دي محتاجاها في ايه، في منطقه واحده او منطقتين 1 سيكستنت او 2 سيكستنت، هنا مثلا محتاج اورثو اقفل السبيس ده اقفل السبيس ده اوسع السبيس ده عشان اعرف اركب سبيل المثال. هصنفها على انها substantially لو عندي 3 مناطق فري سيكستنس مالهم غير كافيين ان انا اعمل انترا كورونال ولا اكسترا كورونال ريستوريشنز، في 3 مناطق مش كافيهم ان انا اعمل انترا كورونال او اكسترا كورونال ريستوريشنز، او محتاجه اكستنسيف ثيرابي يعني كذا اسنان كتير، محتاجه بريودونتال تريتمنت، محتاجه اندودونيك تريتمنت، اسنان كتير محتاجه اورثودونيك تريتمنت. طيب السيفيرلي كومبرومايزد عندي 4 سيكستنس او اكتر فيهم مشاكل ومحتاجين علاج، هنسميها جاردد بروجنوزس يعني صعبه ومش عارف احدد مستقبل العلاج هيبقى شكله ايه، مش باين لها هي من وي زي ما بيقول. لازم نعرف ان في تصنيف للجو ريليشن شيب، علاقه المجزله بالماندبل، في حاجه اسمها انجلز كلاسيفيكيشن دي مشهوره قوي، في عندنا حاجه اسمها كلاس 1، كلاس 1 لما هتعرفين الماندبل الاسنان تبقى سابقه المجزله عشان اللور انسايزرز اصغر من الابر، فالسكس هنا لو سابق بسيط الابر 6 طبعا احنا بنحكم على علاقه السكس بالسكس وممكن كمان علاقه الكناين بالكناين، بس مينلي الفيرست مولرز هي اللي بتحكمني، لو السكس منطبق على الابر بس سابقه حاجه بسيطه دي اسمها كلاس 1 ده النورمال، والمجزلري تيث هي اللي قدام المانديبولار تيث. في عندنا كلاس 2 بيبقى اللي بنسميه عندها ضب، يبقى المجزله سابقه الماندبل، في مجزلري بروتروجن طلع لقدام والماندبولر ريتروجن رجع لورا، هتلاقي السكس بتاع الماندبل هنا ورا اللور ورا الابر، يعني المجزلري 6 سابق المانديبولر 6 ده اسمها كلاس 2. في عندنا كلاس 3 المانديبل هو اللي سابق المجزله
فالماندبل هو اللي فيه بروتروجن والمجزلة فيها ريتروجن، فهتلاقي اللور 6 سابق قوي الابر 6، سابقه بكتير، دي اسمها كلاس 3. كمان كلاس 2 بنقسمها لحاجتين، ديفيجن 1 اند ديفيجن 2. احنا قلنا كلاس 2 يعني عنده ضب، شايفين الاوفر جيت قد ايه، اللي هو الهوريزونتال اوفر لاب قد ايه، المجزلة سابقة الماندبل بمسافة كبيرة. لو شفت المنظر ده الماندبل الاينمنت واقفة مظبوطة بس المجزلة بروترودد، دي اسمها ديفيجن 1. لو لقيت المجزلري تيث هو المجزلة سابقة الماندبل بس بدل ما هي بروترودد هتبقى ريترودد، الأسنان نفسها راجعة لورا عشان تقفل على لور تيث، دي اسمها كلاس 2 بس ديفيجن 2. طيب تاني حاجة معانا الأوكلوزال سكيم، احنا قلنا بتتقسم لي ايديال او مينيمالي، دي لما يبقى عنده كلاس 1 اللي هو النورمال او الايديال. بص الحالة ده كلاس 1، المودريت المتوسطة برضو يبقى عندها كلاس 1 اللي هو النورمال بتاعنا. لو هي كلاس 2 هصنفها على انها سبستانشالي، هرفعها بقى كده اصبحت سبستانشالي. لو هي كلاس 2 ديفيجن 2، لو احنا قلنا المجزلة سابقة الماندبل بس السنان راجعة لورا تلتد لينجوالي، او هي كلاس 3 يبقى هصنفها سيفيرلي كومبرومايزد. كمان عندي هصنف الاوكلوزال سكيم ازاي، الايديال اور مينيمالي لما يكون مش محتاج اي علاج قبل التركيبات زي الحالات دي. هصنفها متوسطة مودريتلي لما تكون محتاجة علاج مساعد محلي، سكر محلي. لوكال ادجنكتيف تريتمنت يعني ايه؟ شايفين السوبرا ايروبشن ده؟ عشان اعرف اركب هنا هعمل انامل بلاستي، يعني هقصر حاجة بسيطة قوي بس في الانامل ما وصلش ليه الدنتين، بعمل انامل بلاستي عشان البريماتيور يعني حاجة عالية بريماتيور اوكلوزال كونتاكت، ده هصنفه مودريتلي. هرفع بقى واصنفها سبستانشلي لو محتاجة اغير الاوكلوزال سكيم كلها، كل الاوكلوجن عايز يتغير بس بشرط، شايفين ده محافظ على ارتفاع العضه مش محتاجه ارفع العضه، شايفين هنا دي علاقتها حافظه العضه الاوكلوزو فيرتيكال دايمنشن. لكن لو محتاجه اغير كل الاوكلوزال سكيم وارفع العضه، شايفين العضه هنا ضغطت ازاي مع الفقد، حصل تاكل واتضغطت العضه ازاي، محتاجه ارفع، شايفين التاكل، شايفين السبيس صغير ازاي، محتاج ارفع العضه ازود الاوكلوزو فيرتيكال دايمنشن، دي هصنفها severely compromised زي دي كده. شايفين التآكل، لو هو completely dentate patient أنا محتاجة أرفع العضة هنا، يبقى هزود الـ occlusal vertical dimension وصنفها severely compromised. شايفين التآكل هنا لدرجة البلب باين، هنا حصل بلب exposure الأكسس باين أهو من كتر تآكل الأسنان، هرفع العضة فهصنفها severely. شايفين التآكل برضو، شايفين الوير الـ occlusal wear، كل ده اوكلوزال وير ابر اند لور، العضه انضغطت فمحتاجه ارفع العضه هصنفها سيفيرلي. اخر حاجه واهم حاجه هي اللي بتحدد لي التصنيف هو ذا ريزيدوال ريدج. كلاس 1 هو الايديال اور مينيمالي كومبرومايزد، هتجمع الايديال او المينيمالي من كل ما سبق كانها مراجعه وتجميعات. ايه هو المثالي او حاله بسيطه مينيمالي زي الحاله دي؟ قلنا لو الادنشلس اريا في سنجل ارش يعني في المجزله فقط او المندبل فقط بنفس المواصفات اللي قلناها، ان يبقى خالع في المجزله ماكسيمم لحد 2 انسايزرز، لو خالع في المندبل ماكسيمم لحد 4 انسايزرز، لو خالع في البوستيرور يبقى 1 بري مولر زائد 1 مولر او 2 بري مولرز، ده الماكسيمم بتاعي عشان اصنفه انه كلاس 1. الاباتمنت كونديشن لو كانت مش محتاجه علاج قبل التركيبات، حالتها حلوه الابارتمنتس ومش محتاجه علاج قبل التركيبات. الاوكلوزال سكيم برده مش محتاج حاجه زي الفل ومش محتاج اي علاج قبل التركيبات، ساعتها ريزيدوال ريتش هصنفها على انها كلاس 1. دي اشعاعات الحاله، الفل بايبيكال سيريس ده الانتيرور تيث ودي البوستيرور تيث، دي بايت وينج بتبين الكرونز وجزء من الروت ودي بايت وينج برده، لاحظ هنا missing tooth، ولاحظ حالة الابطمنت كونديشن تعتبر ممتازة عشان كده صنفناها class 1 بين في الاكس راي وrestorations جيدة. For example دي حالة completely dentate يعني عندها الأسنان كاملة وصنفتها class 1 edentulous ideal or minimally compromised، حالة مثالية أو محتاجة علاج بسيط، دي minimally compromised يكاد يكون الأمالجم ده بس أو السنة دي اللي محتاجة تتعالج.
لاحظ انها اوكلوجن نورمالي كلاس 1، الاوكلوزال مظبوط مش محتاجه اوكلوزال تريتمنت، هي جاست التوث دي اللي فيها مشكله. عمل لها بانوراما، المفروض يعمل بريبيكال اكس راي يبين الديتيلز، في هنا بريبيكال ليجن، طبعا الاندودونيك هنا فيلير محتاجه ري تريتمنت ومحتاجه بوست اند كور واعمل كراون، شايف الاوفر هانج ريستوريشن، فهي محتاجه علاج بسيط هنا، فهتعتبر ايديال اور مينيمالي كومبرومايز. يبقى الاباتمنت كونديشن هنا مش محتاجه علاج قبل التركيبات، او الاوكلوزال سليم ومش محتاج علاج قبل التركيبات، نورمال كلاس 1. الحاله الثانيه ريزيدوال ريدج، هصنفه على انه كلاس 2 اللي هي الوسط، مودريتلي كومبرومايزد، لما يبقى عندي الايدنشلس اريا موجوده ان بوث ارشز، في المجزلة اند الماندبل، يبقى خالع نفس الايديال او المينيمال اللي هو زي ما قلنا ماكسيمم لحد ماكسيلري 2 انسايزرز، ماكسيمم لحد مانديبولر 4 انسايزرز، ماكسيمم 1 بريمولر زائد 1 بريمولر او 2 بريمولرز فقط. لو خالع في 1 ارش بس خالع كناين يبقى هصنفه برضو متوسط كلاس 2. طيب حاله زي دي اعتبرتها متوسطه، بص على الاباتمنت كونديشنز برضو، قلنا الابتمنت كونديشنز لما تكون محتاجه علاج في منطقه واحده بس او في منطقتين فقط، سواء كان علاج محلي لوكال ادجنتيف تريتمنت بسيط محتاجه بيريو او اندو او اورثو، او ما ينفعلهاش انترا كورونال بس ينفع لها اكسترا كورونال ريستوريشن، اصنفها على انها متوسطه، يبقى هتعيد نفس البيانات. بص على حاله الابتمنت. طيب الاوكلوزال سكيم، الاوكلوزال سكيم قلنا محتاج علاج بسيط زي الانامل بلاستي وبريماتيور اوكلوزال كونديشن. لو الاوكلوزال محتاج معاك علاج بسيط، هنا بقى ريزيدوال ريدج هنصنفه كلاس 2. دي الاشعاعات بتاعه الحاله فول بريبيكال سيرس لكلاس 2 مودريتلي متوسط. اكزامبل ذيس كيس كومبليتلي دينتيت، يعني عندها كل الاسنان ومع ذلك صنفتها كلاس 2 ادنشرس او متوسطه مودريتلي كومبرومايزد. الكراونز دي محتاجه تتغير، الشيد ان استاتيك، الفورم مش حلو، شايف المارجنز اكسبوجر هنا والمارجنال ليكج، شايف المارجنال ديسكلاريشن هنا، هو طبعا السنه دي نون فايتال، خارم الكراون وعامل منها اندودونيك تريتمنت. بص على الكراون دوت، شايف المارجنال جنجفايتس هنا، في هنا مارجنال جنجفايتس. الاوكلوجن يعتبر ايه، هو نورمال كلاس 1 بس محتاج تظبيطات خفيفه، محتاج انامل بلاستي خفيف، ما هوش ايديال اور مينيمالي، فهنا محتاجه علاج في 1 سيكستنت او 2 سيكستنتس، حاجه بسيطه، عشان كده صنفته كلاس 2. ده اللور اهو الماندبل، مايلد كراودنج في اللور انسايزرز، يعني الاوكلوجن محتاج تعديلات بسيطه، ينفع فيه الانامل بلاستي اهو. دي البانوراما بتاعتها، ده شكل الكراونز على اندودونيك تريتمنت، طبعا في البانوراما مش واضح اذا كان ده بريبيكال ليجن ولا ايه، شك انها بريبيكال ليجن، المفروض في البريبيكال اكس رايز هي اللي تبان. يبقى لو الابتمنت كونديشن محتاجه علاج في 1 او 2 سيكستنس، او محتاجه الاوكلوزال سكيم هو نورمال كلاس 1 بس محتاجه علاج بسيط قبل التركيبات، زي ما قلنا انها ما ينفعش معاها الانترا كورونال ريستوريشنز، ومحتاجه علاج بسيط قبل التركيبات بريو او اندو او اورثو. طيب هصنف ريزيدوال ريدج على انها كلاس 3، تجميعات برضو هتبقى سبستانشلي كومبرومايز، ده نفس تجميعات كل ما سبق، زي الحاله دي هيبقى موجوده في 1 ارش او بوث ارشز بس يبقى خالع اكتر من 3 اسنان، او عنده ميسنج 2 مولرز، هنا في ميسنج 2 مولرز. الابتمنت كونديشن هتبقى محتاجه علاج في 3 مناطق 3 سيكستنس، هنسميها ساعتها فير بروجنوزس، فير يعني يدوب ضعيف، البروجنوزس بتاعها ضعيف، زي ما قلنا هتبقى غير كافيه لا الانترا كورونا ريستوريشن ولا الاكسترا كورونا ريستوريشنز، ومحتاجه اكستنسيف ثيرابي، يعني محتاجه علاج كتير بيريو واندو واورثو في كذا سنه. كذلك الاوكلوزال سكيم هنا محتاج كل الاوكلوزال سكيم يتعالج، انتاير اوكلوزال سكيم من غير ما تحتاج ترفع العضه، هنا مش محتاجه انكريز الاوكلوزو فيرتيكال دايمنشن زي صور الحالات دي، بص عليها كده missing upper and lower، واللور احنا قلنا بناخد على اعلى حاجه، هنا missing 2 molars يبقى هصنفها على طول، وmissing في 2 arches يبقى هصنفها على طول class 3 2 molars.
ده وهي open وفتح بوق slightly open. نصور الحالة وهي closed وهي open. نصور المجزلة و المانديبل و right and left. ريزيد وريدج هنا class 3. دي الفول فيديوجرافيك سيريز بتاعتها. For example الحالة دي completely dentate يعني اسنانها كاملة بس صنفناها class 3 substantially. بص على الاوكلوجن بتاعها عايز يتظبط. بص على كاريوس هنا والاتريشن في الاسنان هنا. كراون ده عايز يتغير، شايف المارجنز بتاعته، شايف انه محتاج بريدونتال تريتمنت. هنا شايفين الريستوريشن محتاجه تتغير وتتعالج. المارجنز هنا باينه، ريستوريشن هنا ان استاتيك، ريستوريشن محتاجه تتغير. بص على الاولد ريستوريشنز دي كلها محتاجه تتعالج وتتغير. كاريوس هنا واضح. بص على الريستوريشنز هنا، شايف ده فراكشرد ريستوريشن اند فراكشرد توث وكاريوس. بص على crowded lower incisors. الاوكلوجن هنا واضح ان هو محتاج يتظبط، الانتر اوكلوجن عايز يتعدل. شايف الجنرال alignment of the teeth. دي البانوراميك بتاعتها. بص على restorations في اكتر من sextant محتاج يتظبط ويتعالج. يعني الابطمنت كونديشن في 3 sextants محتاج علاج، عشان كده سميناه fair prognosis، prognosis ضعيف. والاوكلوزال سكيم كله محتاج يتغير بس مش محتاج ارفع العضه، يعني ما العضه فيها مش مضغوطه، مفيش loss of the occlusal vertical dimension. اخر حاجه معانا class 4 هصنفها لما تبقى severely compromised او فيها maxillofacial defect زي الحاله دي. ايه مشكلتها؟ هيبقى خالع في one arch او both arches بس هيبقى guarded prognosis، قلنا خالع كتير وحالة معقدة وحالة صعبة. أو عنده maxillofacial defect، قلنا عنده نقص في المجزلة أو في الوجه نتيجة مولود بيها عيب خلقي أو نتيجة حادثة أو tumor أو whatever acquired. كذلك الأباتمنت كونديشن، قلنا حالة الأباتمنت محتاجة علاجات سواء كانت بيريو أو أورثو أو إندو، وما ينفعلهاش لا انترا كورونا ولا اكسترا كورونا في أكتر من أربع مناطق أو أربع سيكستنس بس، وساعتها هنصنف على انها guarded prognosis زي الحاله دي. كذلك بص على الاوكلوجن، قلنا الاوكلوجن محتاج رفع العضه والاوكلوزر كله محتاج يتغير، وزي ما قلنا هي class 2 division 2 او class 3. شايف الاوكلوزر سكيم كلها محتاجه تتغير وارفع العضه، مفيش هنا سبيس تركب فيه اصلا. وشايف الكيرف مقلوب ازاي ومتغير ازاي، في عندنا كيرف اوف سبي كيرف اوف ويلسون. هنا ريزيدوال ريدج اصنفها لانها كلاس 4. كمان في كلاس 4 اصنفها لانها سيفيرلي كومبرومايزد لو لقيت maxillofacial defect زي ما قلنا congenital or acquired مولود بيها او نتيجه acquired من حادثه او ورم او جراحه. عندي مرض، هو عنده مرض وعامل اعراض خطيره في الفم زي توابع الاورام اونكولوجيك اللي هي الاورام، وعامل مشاكل في الوجه والفكين، طبعا دي هتصنف على طول كلاس 4. كذلك لو عنده خلل في الحركه في علاقه المجزلة والمانديبل، ماكسيلو مانديبولر ديسكينيجا، ده خلل في الحركه تلاقيه بيطلع لسانه، او عنده ايتاكسيا يعني عنده واحدة منهم and or معناها واحدة منهم أو الاتنين مع بعض، maxillomandibular dyskinesia or ataxia أو الاتنين، أو refractory condition يعني كان عنده condition ورجع تاني، اتعالجت ورد تاني، ورم ورجع تاني. ده بابيكال radiograph للحالة دي for example، حالة class 4 severely compromised. هنا بقى completely dentate ده for example عنده اسنانه كامله بس صنفتها لانها class 4 او severely compromised. ليه بقى؟ بص كده على الاسنان محتاجه، شايف دي الاكسس كافيتيز باينه، محتاجه اندو، شايف تاكل الاسنان محتاجه ترفع العضه، شايف التاكل العضه انضغطت خالص، شايف الوير محتاجه increase the occlusal vertical dimension، شايف الوير واضح اهو، محتاجه اغير الاوكلوجن كله وارفع العضه، والأباتمنت دي كلها محتاجة إندودونيك تريتمنت لأن الأكسس كافيتي باين عندي أهو. عندك الحالة أهي وعندها إمباكتد 8 في الأبر، دي البانوراما بتاعتها. يبقى الأباتمنت كونديشن في أكتر من أو يساوي أربع مناطق محتاجة علاج. وكذلك الأوكلوزال سكيم إما إنها كلاس 2 ديفيجن 2 أو كلاس
3 والاوكلوزال سكيم محتاجه تتغير كلها، وارفع العضه محتاجه ارفع الاوكلوزو فيرتيكال دايمنشن.